عقوق الوالدين حاجه من الكبائر، هذه معروفه. بصح قبل ما نقولوا عقوق الوالدين لازم نقولوا نولوا كما قال واحد يولي الله يشوف الوالدين كيفاش كانوا مربين ولادهم. كاين عقوق الوالدين، حنا دائما نهضروا عقوق الوالدين، بصح ما نهضروش على علاش ما نهضروش على عقوق الابناء في الصغر. دوك نتايا عندك ولادك ما تحنش عليهم في صغرك، في صغرهم تسمى كي يكبروا الله غالب، ما تقدرش تقول بلي ولادي ما حنوش عليا باسكو انت فاقد الشيء لا يعطيه، انت ما حنيتش عليهم في صغرهم، فهمتني؟ تسمى دائما لازم نعرفوا الاسباب. والوالدين باش يقول كيما قال واحد الوالدين باش حبيت نقول اذا راهم يستناو باش من ولادهم في العقوبه يلقاوهم قول لهم حنوا على ولادكم، ما تفرقوش بين ولادكم، ما تقسوش على ولادكم في الصغر باسكو يقول لك كل واحد يجني واش صرا، فهمتني؟ واش حبيتني نقول لك، ان شاء الله الظاهره هذه تنقص وان شاء الله بون بوكو بليس. انا من بون على بالي بلي ما نقدرش نلوم الابناء وما نقدرش نلوم الاباء، تسمى كي تعرف كي تدخل في عمق العلاقات تعرف واش كاين، فهمتني؟ ان شاء الله ربي يهدي ما خلق من دولي كوتي.